النهارده المبادره هي ملتقى نقدر لتوظيف وتدريب ذوي القدرات الخاصه، وبنجمع النهارده 40 شركه واكثر من 2000 فرصه عمل وتوظيف للشباب اللي هم عندهم يعني اعاقه او من ذوي القدرات الخاصه. هي دي اول مره نعمل المبادره دي، وهي بالنسبه لنا هتبقى مبادره سنويه. طبعا احنا دلوقتي بنتفق مع الجهات الحكوميه زي وزاره التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشؤون الاعاقه ان احنا نعمل حاجات تانية تدريبيه وتوظيفيه للشباب ديت، بس ما اقدرش احددها دلوقتي حاليا. احنا عندنا نوعين من الوظائف لذوي القدرات الخاصه، ان احنا بناخد السم والبكم، لان عندنا مطاعم بتشتغل بلغه الاشاره السم وبكم، وبناخد الاعاقه الثانيه ان هي يكون في اعاقه خفيفه بالقدم، ان هو بيشتغل معانا في كل سنتر بس لازم يكون مؤهل عالي. والله انا شايف ان هي حاجه كويسه جدا الدوله بتعملها، ان هي بتوفر وظائف لذوي القدرات الخاصه، بدل ما في شركات زمان كنا بنسمع انها بتدفع 300 جنيه و 400 جنيه لحد وقاعد في البيت، فدلوقتي لو بينزل يشتغل وياخد مرتب زي اي حد بيحس بكيانه. احنا كل سنتر حوالي 80 وظيفه، وعندنا حوالي 3 مطاعم للسم والبكم بمعدل 15 او 10 لكل مطعم. ما احنا لازم بنشوفهم عشان بنحدد نوعيه الاعاقه، يعني كان جاي لي ناس سم وبكم بس هو بيسمع بيتكلم سوري، فطبعا لا ما يعرفش لغه اشاره، المطاعم عند السم والبكم لازم بيتعامل بلغه الاشاره. في عنوان الاداره ومتواجد في البوكلت اللي بتوزع بتاع الشركات، لو انا ممكن اقوله مفيش مشكله. 26 شارع جول جمال، متفرع من جامعه الدول للمهندسين. الملتقى ده عاملينه للناس اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه، تمام. احنا بيضم معانا اكتر من 27 شركه، كلهم موفرين وظايف للناس اللي عندهم يعني اعاقه معينه، تمام. احنا يعني بنحاول نشوف ان هم يوفر لهم وظيفه يكون ليهم دور في المجتمع زي الناس اللي بتشتغل عادي، تمام، بحيث ان هم ما يحسوش ان في حد هم قليلين عن حد. برضو في شركات هنا برضو مش وظايف بس، هي برضو بتعمل لهم منح، المنح دي بتدربهم، تمام، على الحاجه الاول او المهنه الاول وبعدين نوفر له شغل. سمعت اللي هو في مؤتمر هنا عشان نسبة 5% في تعيينات، في شركات سبونسر هنا موجودة، أقدم السي في بتاعي في المكان هنا. أنا ساب ديفلوبر في شركة اي سي اس بقالي 4 سنين، أنا خريجة أصلاً حاسبات ومعلومات عين شمس دفعة 2012، عندي إعاقة حركية بسيطة في الطرفين السفليين، بمشي بمساعدة عصاية. كان طبعا رحله طويله لحد ما يعني انا خريجه 2012 تعينت في الشركه بتاعت اي سي اس سنه 2014. السنتين دول عملت يعني انترفيوهات كتيره جدا. احنا مشكله بس نظره مجتمع، يعني انه بيتبص لهم من ناحيه شفا، احنا مش طالبين كده، احنا طالبين انه يعني انا خلاص تحديت المشكله اللي ربنا سبحانه وتعالى خصصني بيها، فما تشفقش عليا انا يعني زي ما انا تحديت المشكله اللي عندي وقدرت اواجهها، انا بس مطلوب منك ان انت تديني الفرصه زي اي حد غيري ان انا الاقي الوظيفه اللي انا اقدر اشتغل فيها.